بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة زيكم، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة نعمل مع بعض حاجة حلوة، بسكوت بالبرتقال. ده حلو قوي للأطفال والكبار وللشاي كمان وللفطار الصبح. احنا النهاردة المقادير بتاعتنا ايه؟ اللهم صل على النبي. معانا كيلو دقيق، عليه كوباية سكر، عليه كوباية برتقال، عليه كوباية زبدة يعني سايحة دافية كده يعني بدرجة حرارة المطبخ، ومعانا 2 بيضة، ومعايا بشر برتقال معلقتين، معلقة ونص كبيرة، ومعانا ذرة ملح. هقول المقادير تاني. ومعانا بيكنج باودر. هقول تاني، معانا ايه؟ كيلو دقيق، طبعا اللي يحب ينقص ينقص. كيلو دقيق يعني 6 كوبايات دقيق. ال6 كوبايات دقيق عليهم كوباية عصير برتقال، عليهم كوباية سمنة، عليهم 2 بيضة، عليهم معلقة ونص أو معلقتين بشر برتقال، ذرة ملح، وكوباية سكر. نفس الكوباية اللي عملنا بيها دي، نفس الكوباية اللي عملنا بيها سكر البودرة. هنبتدي دلوقتي مع بعض. هنعمل ايه مع بعض؟ هنشوف. أول حاجة هنعملها، هنجيب البولة بتاعتنا الكبيرة اهي، وابتدي احط أول حاجة البيض. أول حاجة البيض، معاه بشر البرتقال، معاه السمنة، كله كده مرة واحدة مع بعضه. معاها عصير البرتقال، معاها السكر، بس نقلب ده الأول عشان برضو اللي لسه مبتدئين. ونقلب كويس قوي البيض مع العصير مع بشر البرتقال. هنحط السكر، برضو نقلب. اللي يحب يحط ده كله في الخلاط ويضربه مع بعضه ماشي، يحب يعمله بمضرب كهربا ماشي، بايديكوا ماشي، وصدقوني هو سهل جدا، مفيش فيه مشكلة. انا هقلبه كويس قوي وهرجع له. وقلبنا ده كويس قوي، هنبتدي نحط جزء من الدقيق، مش هنحط كله طبعا، حبة حبة كده. وهبتدي احط الكيس البيكنج باودر بتاعي كله. اهو، وهبتدي اقلب، وهنشوف مع بعض اذا كانت العجينة هتعوز تاني ولا لا. طبعا المضرب خلاص بقى، احنا كده بنعمل بالمعلقة الخشب. برضو حاسة ان العجينة الدقيق لسه عايش شوية، نبتدي برضو من اصل بتفرق من دقيق لدقيق، فنحط شوية شوية، مش هنحط كله مرة واحدة. ونقلب برضو. انا بقى متهيألي عشان نحس بالعجينة لازم ايدينا. خلاص مرحلة المعالق والمضرب خلاص انتهت. وهبتدي انا اعجن بقى بايدي. اهوت، برضو هعجن فيها وهقول لكم اذا كانت هتعوز تاني ولا لا. شايفين كده لسه العجينة بتلزق في ايدي اهي، لسه طرية، يبقى برضو عايزة شوية من الدقيق. برضو مش هحطه كله، صدقوني كده احسن لكم، ان حبة حبة احسن عشان تعرفوا ما تنشفش منكم العجينة. وكده برضو لسه بتلزق شوية اهي، شوفوا بتلزق ازاي. يبقى هي فعلا هتاخد الكيلو دقيق كله، اللي هما 6 كوبايات كله.
انا بعمل كل ده عشان البنوتات الجداد لسه بيبقوا مش عارفين قوي يعني. اكملها بقى واوريها لكم. ودي يا بنات كده خلاص بعد ما اتعجنت معانا، شوفوا ما بتعملش حاجه، ما فيش تلزيق، ما فيش حاجه خالص، اهي جميله جدا وريحه البرتقال فيها تحفه تحفه. دلوقتي بقى هنبتدي نجيب ونشكلها مع بعض. وهبتدي بقى اخد جزء من العجينه بتاعتي اهي كده، وهبتدي افردها برشه دقيق خفيفه خفيفه جدا، او لو عندنا ورق زبده ممكن نفرد عليه اهي. عايزينها تبقى اقل من نص سنتي شويه عشان نعمل حساب الخبيز، عشان لو اتخبزت وهي رقيقه جدا في الحاله دي ممكن تتحرق مننا. ويا بنات اي حاجه اي حاجه عندك شكلها حلو، مش لازم تجيبي بصامه، اي حاجه شكلها حلو عندك، ان شاء الله كعب كوبايه حتى بيبقى شكلها حلو، ممكن تعملي منها. انا عندي دي هعمل بيها الشكل كده، عشان تطلع النقش اصغر شويه اهي. وبعدين هبتدي اقطع بقى، ابقى انا خدت النقشه بتاعتها من فوق وبعدين ببتدي اخد القطعيه بتاعتها اهي. ده الشكل بتاعنا اهو. هبتدي اخد صار، لازم ادهنه زيت الاول او سمن اي حاجه اهي، ادهن زيت كده الاول لو عندك ورق زبده ممكن تحطيه، هو كده كده فيه سمن فما تخافيش منه ما تقلقيش ابدا اهو. ادي ابتدي ارص، ده كده الشكل بتاعنا بعيد عن بعضه برضو اهو، واللي بيطلع ده هنعمله تاني، وانا هكمل بقيه رصته وهخلص الحته دي وهوريها لكم. وبكده احنا خلاص خلصنا الصاج بتاعنا اهو، بعد طبعا ما انا رصيته، وهوري لكم بقى اكمل بقيه حاجتي واوريها لكم لما يستوي ان شاء الله. ده طبعا هيخش على نار، لازم على نرفعه الدرجة، لو كان الفرن كهربا يبقى هنرفع درجه واحده بس الشبكه عن الارضيه ونحطه يبقى والع فوق وتحت، ويكون النار بتاعته وسط يعني مثلا على 180 على 180 درجة، وهوريه لكم ان شاء الله بعد ما يستوي. ودي الصينية التانية اهي خلاص اتعملت الحمد لله، هبتدي بقى اسوي وهوريكم بعد السوى يبقى شكله ايه. ورجعت لكم تاني، وادي البسكوت اللي بالبرتقال اللي احنا عملناه حلو خالص ولذيذ وما خدش وقت وبسريع جدا، وطبعا عاملين كل الاشكال بتاعتنا الحلوة دي، عاملين شجرة وقلب ونجمة وعاملين حاجات حلوة. وهقول لكم ايه، نتقابل مع بعض بقى بسكوت جديد وحاجة جديدة، واقول لكم ايه، سلام عليكم.